بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على إحسان في حضرتك وإزاء أنفسنا ومع خلقك أجمعين، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت وربي يبلغنا ما غفلنا عنه، لأنه التاريخ العميق. كذبت ثمود قوم سيدنا هود عليه السلام، لا سيدنا صالح وعاد سيدنا هود عليه السلام بالقارعة، كذبوها القارعة اللي ستقرع قلوبهم، لأنهم أهل شؤم وأهل معصية مبالغ فيها. فجيهم القارعة اللي تسحتهم من على وجه الأرض على أشأم صورة يعصف بهم ربي سبحانه وتعالى، فلما أسفونا انتقمنا منه، نسأل الله السلامة.